تفضلوا. إذا بدكم تعرفوا سبب مصايبكم ليكم. هذا أخوك على فكرة اللي عم يحكيها. أخي مو حدا غريب. يعيب الشوم عليك، يعيب الشوم عليك. أنا بحياتي ما كنت سبب مصيبة لحدا. أنا كل شي كنت عم ساويه لحتى أحميكم وأحمي هاي العيلة. أنت واحد كذاب. أخرسي ولا حرف. أنت بالذات ما بتفتحي تمك بولا حرف، ولا حرف. لا مجد، لا، بدكم كلكم تسمعوني، بدكم تسمعوني للآخر، لأنه أنا بعرف أنه كلكم مفكرين أنه أنا اللي عملت هالنصب كله، بس أنا والله العظيم مثلكم. أنا كمان اكتشفت النصب لما إجيت لهون، كنت مفكرة حالي بنته لفريد نوح، هو كان بيعرف قبلي، والله العظيم كان بيعرف قبلي. بس أنا كنت خايفة من هاللحظة أني إجي بيوم من الأيام وواجهكم فيها. يا لطيف، عن جد؟ خايفة تجي وتواجهنا؟ قولك انت واللي جنبك نصابة من اللحظة الأولى اللي فتوا فيها لهون، قولك انت عايشة حياتك كلها بالكسب والنصب. مش مزبوط، ميرا ما دخلها، ميرا ما دخلها بالكذبة. أنا وأسير رتبنا كل شيء، ميرا ما كانت بتعرف شيء. وفريد نوح كان مصدق مثل الأهبال؟ فريد نوح ما كان معه خبر إنه ميرا مش بنته. إيه كان مصدق إنه هي بنته، بس انتو فيكن تعتبروا انه ميرا اختكن لانه ربيها مثل ما ربيكن. بس بقى بس، والله العظيم دي كانت واحدة كدابة وانا شايف ده من اول يوم. ما انت ازاي تضيع نفسك مع واحدة زي دي؟ ها هاني كلياتنا نضحك علينا، بس انا اللي بستغربه انت يا امير. شو كان ناقصك؟ شو قصر معك فريد نوح؟ جاوبني، شو قصر معك لحتى تسرقه والزلمة بقبره؟ لك انت ايه الفاظك؟ عيب عليك. انت ايه الفاظك؟ كيف عم تحكي مع اخوك؟ سرقت. ما سرقت، وبتحدى بني ادم بالدنيا يثبت علي اني انا سرقت. سرقت ابوك. انا كنت عم حاول وقعهم لهدول التنتين النصابين يلي حضرتك، يعني ما بدي احكي اكثر من هيك. شو عم تحكي انت؟ شو قاعد عم تحكي؟ انا شفت الفيديو بعيوني وسمعت كل شيء. انت طمعان، طمعان، أكلك الطمع من راسك لرجلي، هاي حقيقتك. فيديو ايه؟ هي فيديو؟ احكي يا امير، احكي. اذا ما رح تحكي انا رح احكي. بعرفك ما رح تقدر تحكي. الاستاذ امير لما عم تضحك، الاستاذ امير لما عرف انه الست هون ما لها اختنا وما لها بنته لفريد نوح، قرر انه ينصب عليها ويستغلها، وهذا واضح بفيديو موجود. مو معقول شو طلعت انا شرير، مو معقول شو طلعت شرير انا وعم بلعب على اخواتي. ولك انا متفاجئ انه انت عم تشك فيني. لك هدول التنتين اللي واقفين قدامك ما سمعتهم هذا الكلام اللي هلا عم بتقلي اياه؟ اي نعم، في فيديو ومسجلت لي، بس ليش لحتى وقعهم عم بلعب معهم بنفس الطريقة اللي صار لهم من انت عم بلعبوها معنا؟ يا عم الشوم عليكم كلكم. عم بتكذب وعم تعمل هالشو كله لأنك بتعرف انك عم بتكذب. هاد كان معه كل الأدلة وكل التحاليل، وكان فيه بكل بساطة يودينا في 600 دهية من أول ما عرف، بس سكت وخبى. طب وانت ليه ما قلتليش كل الكلام ده؟ بدك تسأله لتعرف، لأنه بعد عنده كتير أدلة ما حكيها. قلن إياها. أنت تخرصي خالص، أنت مكانك دلوقتي المفروض يكون في السجن. لحظة لحظة لحظة، إذا بدي فوت على السجن خيكن بده يفوت معي على السجن لأنه كان شريك معنا. عرفت ليه؟ عشان تضحك. الموقف كله هيته بيضحك. والله كتير بيضحك. وجودك بحد ذاته هون معنا وبتضحكي، يعني كذاب. خيكن كذاب. هيدا خيكن كان عم ينصب عليكن، هيدا خيكن اللي اكل معكم من نفس الصحن. بس يعيب الشوم، يعيب الشوم على هيك عيلة. على فكرة الجمل اللي قالتهم واللي سمعتوها كاتبتهم مجهزتهم، يعني مو من هلا، من زمان. شفتوا لي؟ ما عاد فيني اتحمل انا يا جماعة. على فكرة قطعتي لي قلبي انت وبنتك. اسمعوا، انا اللي عندي قلته، انا كل هذا الشيء اللي ساويته كرمال شغلة واحدة بس، انه يضل شرف هذا العيلة وسمعتها موجودة بهالبلد وكل الناس بتحلف فيها. مو يجوا تنتين نصابين ما معروف قرعة ابوهم من وين يضحكوا علينا. اذا ضحكوا عليكم ما تضحكوا علي، فهمتوا ولا لا؟ نور،
لو ما أنا وقدام أخواتك كلياتهم، لو ما أنا من أول لحظة كنت بعرف وقريت بعيونهم هدول الجوز، طلع فيهم لك، طلع بعيونهم شوف النصب. أمير لو ما أنا لحقتهم وضليت وراهم لحتى عرفت أنه عم ينصبوا، بحياتكم ما كنتوا وصلتوا للحقيقة بعمركم. أنا قبلت أنه تعطيها 600 مليون وهي توافق عليها لحتى خليهم يتورطوا أكتر، يتورطوا يتورطوا خليهم. إيه أمير أنا معكم، يلا تعالوا نعمل النصب سوا. بس ما تضحكوا علي ابنهم، بس إخواتي للأسف أنا شايف كأنه في وجوههم صدقة يا عيب الشوم. تعا 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 دي وين رايح؟ الغلط راكبك من ساسك لراسك، وين رايح؟ وين بدي روح يعني؟ أنا داء خلقي، وعلى فكرة هاي الجمعة كلها ياتا مسخرة بمسخرة. أنا مالي عارفان أصلاً كيف واقفين وعم نتناقش مع بعض بهيك موضوع سخيف. هدول التنتين جايين عم بيعملوا نصبة جديدة من أول وجديد، وللأسف إنه عم ناخد ونعطي معهم. ولا حرف كذاب، ولا حرف ولا حرف ولا حرف. أنت بتعرفي منيح إنك كذاب. أنت بتعرف منيح أنا مش ناوي أكذب. خلاص 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 مسخرة. يلي إله عندي شيء يطلع لعندي لفوق على الغرفة. أنا ما عاد بدي واقف بهالمسخرة هي ولا بدي أحكي ولا حرف. واللي عنده دليل ضدي يتفضل يروح يقدمه. منك الجر. طلع طلع عندي طلع. اغلطي عليه مثل ما بدك، على عيلي لا تغلطي، فهمتي؟ بدي أقول بس شغلة، هاي أول مرة بحكي الحقيقة عن جد. أختكم ما دخلت، نور ميرا ما دخلت، ميرا ما كانت بتعرف بشي. عم برجع قلكم لآخر مرة، هاي أختكم، حافظوا عليها. سامحني نور، أنا أذيتك كتير. شوفي أنا يعني حتى صوتك مالي طايق أسمعه. أحسن شي بتساوي بتروحي بتوكلي محامي أنتي وأمك، لأنه رح ضل وراكم لحتى خليكم تقضوا اللي باقي من عمركم بالسجن، فهماني؟ بس أنا ما كنت أعرف بشو بحلف لك إنه أنا كمان انضحك علي. ما عاد صدق هالدموع أنا. أنت لو فيكي ذرة أصل كنت إجيتي قلتيلي من أول شي. أنا بعتذر، ما بقدر أكون حمار أكتر من هيك. خلص ميرا، أنت بهاي اللحظة مثلك مثل أمك، ما بتفرقوا عن بعض. لا والله لا، أنا لو كان بدي المصاري كنت أخذت المصاري ومشيت على هذا، ولا حدا كان حس بشيء. بس أنا بقيت هون وبقيت ساكتة ومتحملة كل شيء، لأنه كنت خايفة تقلعني مثل ما عم تعمل هلا. ما عم تقدري تأثري فيني، هالدموع هي ما بتعني لي شيء. أنا هلأ شايف شيء واحد بس، إنك استغليتي وكذبتي علي وضليتك تكذبي وتكذبي وتكذبي وتغصبي. أنا شو مساوي لك؟ شو مساوي لك؟ لك حاربت الدنيا كلها كرمالك، وقفت بوش إخواتي، وقفت بوش الناس بالشغل، وقفت بوش رفقاتي. ليش كل هاد؟ ليش كل هالكذب؟ عندك جواب؟ لك أنا بحبك. اخرسي اخرسي، أنت ما بتحبيني كذابة. تقول هيك؟ أنا بحبك وبعرف إنك بتحبني كمان. غلطانة غلطانة، هلا صرت غلطانة كتير. أنا ما قربت عليك لحتى أستغلك أو أنصب عليك، أنا من كل قلبي حبيتك. أنا بفهمك اليوم، بس شو بقدر أقول أو ساوي لحتى تصدقني؟ هذا المشهد كم مرة مساويتي أنت؟ كم مية مرة قايلتي لمية زلمة قبلي؟ كم مرة؟ أنا بس ندمان على شيء واحد، أني أنا خربت حياتي بإيدي وخسرت ماريا. أنا حمار، ضيعت ماريا من بين إيدي. أنا حمار ميرا، عم أعترف لك. أنا صرت عم شوفك بمنامي نور. أنا حلمت إنه
إنه إجيت وصارحتك وقلت لك الحقيقة سامحتني. شوفي انتهى خلص انتهى. أنا ما رح خليكي أنت وأمك تطلعوا برات البلد، وبس تبلش الدعوة لكل حادث حديث انتهى. صدقتك كل الوقت ده تطلع بتضحك عليا وبتستهبلني وكمان مش عايزني اعاتبك. اقسم بالله العظيم يا امير لو ما اعترفتش بان انت السبب في كل اللي حصل ده انا خلاص هاني خلاص. انا السبب بكل شيء لكون صادق مع حالك. انا كمان اللي خليت ميرا تحمل من اخوك. انا اصحابها اصحى لا تخلي ينعم على قلبك مثلك مثل اخواتك. ازاي عايز نرجع اثق فيك تاني بعد كل اللي حصل ده؟ وانت فاكر كل الناس اغبياء وانت اذكى واحد في العالم؟ نعم لازم تثق فيني لاني انا وثقت فيك. لازم تثق فيني لاني اخوك. شو بده يحكي الواحد؟ شكله كل واحد منكم عنده جواته شي كتير كبير مخبيه ما عم بيقدر يخلص منه. انه نحن قرطة اولاد كل واحد جاي من مزبله بس لا اخواته لا بطيخ. ليه شو بكي كان لازم تقولي له؟ ما في شيء قال له اياه. ليه انت حبلي؟ بتعرفي شو يعني؟ يعني بصير مثل خاطي باصبعك. هيدي الورقة هلأ لازم تطلعيها. عشو ناطرة؟ ايه؟ ناطرة لنصير بالحبس يعني؟ قولك إذا صرنا بالحبس فهيدا كله من ورا عمالك. بعدين اوعك تجيبي سيرة ابني عالسانك لأنه ابني ما رح يكون ورقة وسخة بتستعمليها ضدي وضد الكل. أنا ما رح اسمح لك تخليني عايشه بالأجواء اللي عايشتني فيها طول عمري. حلو شو حلو هالبيت مثل الجنة. ما رح سامحك ما رح سامحك اللي عملتي فيه. ما رح سامحك. والله لك انت على مين عم تضحك؟ على مين عم تضحك؟ ها بدك نجي نفتح القصص والمصايب اللي صارت بهالبيت من اول ما وصلوا لهلا؟ بيطلع في إلك ايد بكل مصيبة. هذا اللي طلع معك روح ساوي اللي بدك اياه. انا مالي خايف من شي ومالي عامل شي. مظبوطه هي مظبوطه 100%. انت ما بتخاف من شي ولا بتخاف على شي. لو ما هيك ما كنت خنت اخواتك وبعتهم. تقيله كتير يا نور كتير تقيله. أنا يلي خنت أخواتي وأنا يلي بعتهم بدي خليك تحس بنفس الإحساس اللي أنا حاسه هلأ. إنه أخ عم بيخون أخوه كرمال مين؟ كرمال تنتين حقرة موجودين عنا بالبيت. الله أعلم ليش إجوا لهون ومين اللي جابهم. لا تغلط هاد شي وهاد شي. خليك بموضوعنا. خليني بذكرك ببعض الأشياء. مين اللي حب الأميرة دخلك؟ بظرف كم يوم قصة حب مستحيلة وعانيت كرمالها وتركت مرتك مشانها. مين؟ هذا شيء شخصي ما دخلك فيه. لا مو شخصي. لما بيكون شخصي بيأثر علينا كلياتنا ما بيعود شخصي. انت اللي سبب المصايب كلياتها. وخليني اقول لك شغلة كمان. ليش ما تكون انت اللي مزبط كل هذا الفيلم؟
ليش ما تكون انت اللي متفق معهم هدول التنتين؟ شو اللي بيمنعك؟ قلي لشوف. قلي انا اللي حبيتها لميرا ولا انت؟ انا اللي اصريت انها تقعد عندنا بالبيت ولا انت؟ قلي هات لشوف. حسيت؟ حسيت؟ حسيت باللي عم حسه انا هلا انه اخ عم بخون اخوه؟ يا عيب الشوم عليك! حسيت. حسيت وفهمت يا امير. وصلني تمام. انت فوق كل سفالتك طلعت مجنون؟ بدك تلبسني القصة إلي. طيب اسمع اللي أنا جايك من شانه، والله عم أقول هذا الكلام بقلب بارد. أنا رح أرفع دعوة ورح تكون حضرتك متهم مثلك مثل ميرا وأمها، ما بتفرقوا عن بعض من اليوم وطالع. لا أنت أخونا ولا منعرفك. أعمل اللي بتقدر عليه، شفناك فوق وشفناك تحت. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. بدك ترفع دعوة؟